شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد بالأحرف الأولى لإدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة الإسكندرية العلمين مطروح مع تحالف شركات مصرية وألمانية لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى. أشار رئيس مجلس الوزراء عقب التوقيع إلى أن توقيع هذا العقد خلال استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ يأتي تجسيداً للخطة الشاملة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في إنشاء شبكات النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبرى.